يا سفلة. يا أخيرا نزلت كوكب الأرض، هموت وأشرب شيشة. أيوة يا أبلوس شطاوطو، فينك يا جدع؟ بقالي شهر بوسوس لوحدي. يا ابني انا كنت مسجون. ليه قتلت؟ انا ما بقتلش. يبقى سرق. ما بسرقش. امال مسجون ليه؟ شهر رمضان يا جدع. صدق احنا بنفرح بالعيد ده اكتر من المسلمين. انت مالك يا ابني متضايق ليه؟ يا عم الناس مش سايبانا في حالنا، كل واحد ياخد له واحده في اي مكنه تقول له خايفه الشيطان يضحك عليا، خايفه الشيطان يضحك عليا. اضحك عليها ليه؟ انا شغل فيلم لاسماعيل ياسين واضحك براحتي. عارف يا ابني، تعرف ان البني ادمين دول هم اللي حسدونا؟ من ساعه ما قالوا الشيطان شاطر، الشيطان شاطر وانا قاعد بعيد في تانيه ابتدائي. سلام يا عم. راح فين؟ عندي درس كيمياء خلص واجيلك. وانا هوصل مشوار واجيلك. هتروح فين؟ راح استشوار قروني. طيب يلا سلام. سلام. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام. تعالى يا معلمه اقول لك على حساب الغله اللي سرقناها امبارح بما يرضي الله. قول يا جنرال. بص بقى يا معلمه، احنا سرقنا امبارح 100,000 جنيه، انا خدت منهم 70,000، يبقى انت ليكي كام؟ سه ألف. سه ألف؟ ثلاثة آلاف. جاني يا جنرال. الله ينور عليك. الو، ايه يا حماده؟ ايه يا حبيبي؟ طبعا بحبك وبموت فيه، ده انت اكتر واحد بحبه في الدنيا دي. يا نوس يا نوس يا نوس. انت فين يا ده نوس؟ تعالى يا ياد هنا ياد، انا نويت والنيه خالصه لله ابقى بلطجي. نار اسود ومنيل مكسل خبح لحياتنا والنبي. يا انت سلخاوي ايه ياد؟ ده كمان ياد ده شبه الزعافه. ياد انا عايزك تركز معايا، انا خلاص عملت سكه جديده في الاجرام. عملت ايه؟ عملت اكون على الفيس وصوره الكفر علشانك يا يارا انا لبست لك النضاره. طب وانا فين في الكفر ده؟ امسك النضاره وروح اقعد مع اختها ساره. لا اخاف اقعد مع ساره لوحدي. لا ياد بص ياد، انا عايزك ياد تبقى زيي. ياد عايزك تبقى زيي. حاضر. اوه انا حاسس ان انا دجاجه. دجاجه؟ انت هتنقر معايا ياد؟ لا ما اقدرش انقر معاك. بص ياد انت مفيش منك رجا، انا عايزك تقول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره. انا ضاع من عمري سنين في الخوف. انا ضاع من عمري مش خايف. امسك ياد، انت شكلك هايب اللحظه. الدهاني في وشي. انا كتير. لا ده شريط شيرين الجديد ياد. الدهاني في وشي. هو انت ناقص يا سيدي معلم. يا ده اخلص، خد اشاره البيت. اه يا ابني المفكوكه، علمك تعلم عليا؟ انت اللي جبته لنفسك بقى. الله الحق ناس يا لخاوي. يا نص مالك الواد علم عليا يا سلخاوي. مين اللي عورك كده يا الواد؟ النص واحد. انت انا اللي عورته كده؟ اه يا ابن المجنون انت عبيط. طب ادونا فرصه بقى، من النهارده في السلخاوي. انا السلخاوي. انا اللي قتلني يا انا اللي عورني اقتله يا شاهد على روحك يا اتشاهد يا على روحك يا عم. انا مسيحي. ما قلتليش ليه يا عاملها لك مفاجاه. تعالى انا خلاص بقى، انا جعان، انا هسلق الواد ده واكله وحشي رز. ولا اقول لك فريك عشان يبقى كريسبي كده من عينيا. يلا بينا. يا دي الاخبار اللي ما تسرش يا معلمه. خير يا جنرال. بيقول لك بقى الايه، من كثره ما يعانيه الشباب من الفقر والبطاله نصف الشباب بينتحر من فوق كوبري قصر النيل. لا اله الا الله. والنصف الاخر يتحرش بالبنات في الشارع. يتحرش بالبنات في الشارع؟ اني شارع؟ استبحثت عن السكان الجداد. استبحثت يا معلمه وجبت لك كل الديتيلز والتفاصيل. جيف مي. بص يا معلمه، الناس دي مكونين من شين عين. شين عين؟ شيخ وعياله، ولد وبنت. طب ما حلو الشيخ، ما منوش اذى يعني. لا منه يا معلمه منه، انت فاكره الشيخ اللي جه قبل كده وقعد يلعب في دماغ العيال لحد ما عصاهم علينا؟ حق يا جنرال، ده لو طلع زي الشيخ اللي قبليه يبقى هنون. هنون؟ هنغسله ونكويه. انزراف. اموت في الانحراف. بتقول ايه يا تامر؟ مش سامع يا حبيبي ايه؟ اي بطل يلا اخرق انت يلا تافه يا كلب. خلاص بقى يا عم الشوح. هقول لك عايز ايه. بص يا سلخاوي، الواد اخويا الكبير ده اسمه هادي، الواد ده شغال مدرس. انا بكره المدرسين كلهم يا، مش دول بتوع قطاتي الصغيره اسمها سميره وخدها الكوت مشمش وزنقها في الجزيره؟ مش هم دول؟
يا عم فكرتني. صح هما دول. انا بقى لو شفت مدرس هموته. بص انت مدرس يا عم. مدرس ايه بقى، حرام عليك بقى، انا صاحبك من زمان يا سلخاوي، لسه بتفتكرني دلوقتي؟ طب عايز ايه؟ بص الواد ده ما ينفعش اتعلم عليه. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ لان البنت اخته الدكتور هتزعل منك. ليه؟ اللي هيزعلها هيخش النار. ليه؟ البت دي خدودها بيضة والقطنة ما بتكدبش. البت دي اسمها ايه يا؟ هدى، بيقولوا انها دكتورة. عارف لو شفتك في يوم بتبص للبت دي ولا بتتكلم معاها عامل فيك ايه؟ صدقي بقى عيب عليكي، عشان انت عارفة ان انا مش بتاع الحاجات دي خالص. وبعدين فكيني بقى، انت هتفضلي ربطاني وتعملي فيها الحاجات دي لحد امتى؟ يلا بقى عدي عليا بالليل. شيخة. الو. ايوه يا زياد يا حبيبي. والبنت دي بتنزل امتى بقى ان شاء الله؟ كل يوم في نفس الميعاد ده بالظبط. يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب بالسكان الجداد، والله الحاره نورت. يا اهلا وسهلا يا ست بجعه. بحيره البجعه كلها ما شاء الله. وانتوا هتقعدوا بقى فتره كبيره معانا هنا ولا هتعملوا ايه؟ يعني على حسب ما نستريح في المنطقه. لا ده انتوا هتستريحوا في المنطقه دي اخر راحه، عشان انا العرباجي بتاع المنطقه دي، لو حد كلمكم هموته. انا عندي جثث كتير مش عليها جوه يا دكتوره، لو عايزه جثه تشرحيها تعملي المحل. عايزه ايه؟ جثه؟ لا انا مش دكتوره زي ما انت فاهم، انا دكتوره في الادب. في ليه؟ في الادب. يعني امك يا اختي، يعني انت ضيعت عمرك ده كله عشان تتعلمي الادب؟ طب وما ربيتهاش ليه؟ وفرت عليها الدعم ده كله. لا هي دكتوره في الادب، مش الادب اللي حضرتك عارفه انه عكسه قله الادب اللي عندك، يعني لا، يعني الادب اللي عندها ده نوع من انواع الفنون. فنانين يعني؟ لا ده احنا ربنا يكرمنا مع بعض، واحتمال على الطلاق لاعمل لك اغنيه يا بنت هتفلقي العالم. تعالي افهمي. تعالي استاذ. افندم. عايزك تديني درس، عايزه اتعلم اقرا واحده. بس كده من عينيا الاثنين. طب تعال ما نتفق. اتفضلي يا دناس. معلمه. هات لنا الشاي. بلبن. بايه؟ بحليب. لسه ما اتفطمتش. بقول لك ايه يا عم الشيخ. ايوه يا بنتي. انا عايزك في كلمتين. خير يا بنتي. لا لا لا، دول كلمتين سر يا اخويا، اخاف اقول هنا حد يسمعني. تعالى معايا عند الدكانه. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. خير يا بنتي؟ في ايه؟ بصي يا عم الشيخ، انا عملت ذنوب كتير قوي ونفسي اتوب بقى. جميل جميل جميل. ايه ده، انت عرفت منين انه جميل؟ لا مش جميل، لا جميل ان انت تعترفي يعني بذنوبك، وده بدايه طريق التوبه يا بنتي. علام علام يا معلمه اللي انت عايزه تتعلميه، وماله الجهل؟ ما انت احسن من 100 ناطع متعلم زي اللي قاعد جنبك ده. جرى ايه يا اخ جنرال؟ هو انت مش عايز المعلمه تتعلم ليه؟ خايفك شايفه وهو بينصب عليا وهو بيغلبني في حساب الغله بتاعت العيال اللي بيلقى في نصها. ايه ده يا معلمه، انت بتشك في ذمتي؟ ده على اساس اني دبوس. مش ضاحك. طب بشك في ذمتك. بتشك في ذمتي ليه يا معلمه؟ انت ما تعرفيش انا ابقى مين؟ حرامي سابق. الحمد لله. ومدير اعمال شيخ منصر حاليا. فضل ونعم. هكون من يعني نونسين. نونسين. نيكول سبا. نيكول سبا؟ انا نيكول سبا؟ طب على الطلاق ما انا قاعد لك فيها وشوفي مين هيدورها لك. غور في 60 دقيقه. انا غور في 60 دقيقه؟ تصدقي ان انت وليا واو 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 وليا واطيه. انزراف. اموت من الانحراف. الاستاذ هو اللي امسك لي الشغل. بس احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان انا اعلمك وبس. وهتمسك لي الشغل برضو. بس يا ست بجعه ما ايه قصدي؟ يا ست انت هتذليني عشان تتعلمي؟ جرايا يا استاذ، هو العلام فوره تحط لي في نص كوبايه ميه شربت اتعلمت؟ ما الموضوع هياخد وقت والعيل كده تهن. وانا ما اقدرش اهين تاريخي التربوي على ايد مجموعه من الرعاع والسريحه اللي شغالين معاكي. وانت هتهينه ببلاش؟ ما انت تاخد عرقك وبجرب. انا مش مقتنع. اقنع. يا بنتي كل ده حصل لك. اعمل ايه يا عم الشيخ؟ اصل الواد كان مزد قوي، ولا اللي قبله كان امز منه. ايه ده، هو كمان كان فيه قبله؟ وقبل اللي قبله كمان. الله 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 الله، ده انت هاويه بقى. جرى ايه يا عم الشيخ، ما تحترم نفسك. ايه هاويه دي؟ انا محترفه. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تعلمني ازاي اتوب. اصل الناس هنا في المنطقه بيقولوا عليا كلام مش حلو، وبيقولوا ان ماشي بطال. امال عايزاهم يقولوا ايه؟ انك صينيه كوسه بالبشاميل يعني ولا ايه؟
وضع طبيعي انهم يقولوا ان مشك مش بطال من اللي انت بتعمليه. طب ادعي لي ربنا يغفر لي. يا بنتي اللي عايز ربنا يغفر له يدعي هو بنفسه، ربنا مش محتاج وسيط. طب ما انا ما بعرفش. اتعلمي يا بنتي اتعلمي. طب علمني علمني. اعلمك ايه؟ دار ايه يا عم الشيخ؟ يعني هتكون هتعلمني ايه؟ الرقص؟ عايزك تعلمني ازاي ابقى محترمه يا اخويا. اللي عايزه تبقى محترمه تبقى محترمه من جواها الاول يا بنتي. والله حاولت كتير يا عم الشيخ، بس اعمل ايه بقى منه لله. هو مين؟ الشيطان هو اللي بيغويني. نعم الشيطان اللي بيغويكي؟ ده انت اللي بتغويه دلوقتي حالا اهو.